بدبلوماسية مساء الخير. بعثت زيارة الرئيس سعد الحريري إلى الإمارات العربية المتحدة الكثير من الأمل في المشهد السياسي، لكن الأهم أن هذه الزيارة تحمل انفراجاً كان منتظراً لسنوات طويلة، وفيه عودة الزيارات المتبادلة بين البلدين فيما بدا مقدمة لباقي دول الخليج نحو نفس الخطوة باتجاه بيروت. من أبوظبي شرح الحريري للمسؤولين الإماراتيين مخاطر تداعيات ترك الوضع المالي اللبناني يواجه استحقاقات خطيرة وحده، خصوصاً على ملف النازحين السوريين وملف مكافحة الإرهاب، حيث سينجم عن المزيد من الضغوط المالية على لبنان تداعيات ربما تؤدي لمغادرة موجات من النازحين السوريين نحو أوروبا. المعلومات تتحدث عن لقاء آخر سيجمع ولي العهد محمد بن زايد بالحريري يعلن عنه وسيخرج عنه أيضا مفاجأة من المتوقع إذا صحت التقديرات أن تتعلق بوديعة مالية إلى لبنان. أما ملف مناقشة المادة 95 من الدستور في المجلس النيابي في جلسة حددها رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد تبلغه رسالة رئيس الجمهورية ميشيل عون، فإن نقاشا يجري حول كيفية تفادي تحول المناقشة إلى تجاذبات واستقطابات طائفية في توقيت دقيق يمر به البلد. وتقول المصادر أن رئيس الجمهورية ليس في مناخ التفكير باسترداد الرسالة، وأن رئيس المجلس ليس في مناخ تأجيل الجلسة بمبادرة منه ما لم يتلقى من بعبدة رغبة بذلك، وأن البحث يدور بين هذين السقفين عن مخرج لا يؤذي الصورة الدستورية لتصرف كل من الرئاستين في قضية لها أصول محددة وتحكمها نصوص واضحة. وبين هذا وذاك، فتح الرئيس اللبناني ومن الباب العريض ملف التواصل مع سوريا رسمياً في مسعى منه لحل واضح لملف النازحين. هذا الأمر قوبل بتنديد داخلي من جهة وتأييد من جهة أخرى، أعقبه كلام لوزير الدفاع عن ضرورة التنسيق مع سوريا في ملف المعابر الغير شرعية، وكأن ما لم يقل بالعلن صار مكشوفاً ومطلباً ملحاً. ما الذي تغير؟ هل نشهد زيارة رسمية للرئيس ميشيل عون إلى دمشق قريباً؟ ما هو مصير التسوية الرئاسية إذا أخذ خيار التوجه نحو سوريا فعلاً؟ هل يترجم لبنان انعطاف عربية ودولية باتجاه سوريا إذن؟ بحثاً في هذه المواضيع بدبلوماسية هذه الليلة مع دولة الرئيس إليل فرزلي نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، أهلاً وسهلاً دولة الرئيس. أهلاً وسهلاً بحضرتك. طبعاً يعني نشاطك اليوم كان حافل. هي كالعادي كالعادي. والموضوع أيضا شائك، ولكن قبل ما نبدأ بنشاطك بدنا نبدأ بنشاط رئيس الوزراء سعد الحريري، واللي قد يكون يعني الأكثر طغيانا على الساحة اليوم وأكثر أملا. الزيارة إلى الإمارات العربية المتحدة يبدو أنها مثمرة وانعطافة باتجاه لبنان. تقييمك لهذه الزيارة بتوقيتها الحالي طبعا محليا ودوليا؟ لا شك أن دولة الرئيس الحريري من الواضح جدا أنه هو يتصدى لهذه المرحلة تصدي العارف، تصدي العالم بدقة تامة وبحسابات دقيقة، خصوصا فيما يتعلق بالمسألة الاقتصادية والنقدية والمالية ومسألة انفتاحه على الخليج العربي وبالتحديد الإمارات في محاولة منه لإعادة تحمية العلاقة إن صح التعبير وتأمين البردود اللازم للبنان، أمر هو منتظر من الرئيس الحريري ومأمول من دولة الإمارات المتحدة، ولم يمر أو يعن بالبال لحظة أن الرئيس الحريري سيتخلف عن القيام بهذا الدور لتحقيق هذه الغاية المنشودة.
هل تعتقد دولة الرئيس أنه طبعا كان في استهداف للرئيس سعد الحريري وهو مستمر من فترة؟ كان في حديث أنه الخليج مش كتير راضي عن الرئيس سعد الحريري، واليوم الزيارة عم تجي بوقت يمكن لحتى ترسل رسائل ثقة برئيس الوزراء اللبناني. كيف بتقرأها من الجهة الخليجية؟ هالكلام هذا أنا يعني حقيقة كنت أسمعه، بس أنا ما كنت أتعاطى معه بتعاطي القلق أو بتعاطي الذي ينظر إليه نظرة في غاية الجدية. أولا السؤال الكبير المطروح، إذا كان الرئيس الحريري غير مرضي عنه من الخليج، من هو البديل للخليج في لبنان؟ هلأ اقتنعوا لا يوجد مش بديل؟ بس هيك مرت مرحلة كانت واضح محاولة الانقلاب على الرئيس الحريري من الداخل ومن الإقليم، بعض الإقليم، وصار اللي صار، ولكن هذه فشلت ولم تحقق أهدافها. وثبت أن الرأي العام اللبناني حتى المتعاطف مع الـ بعض المحرضين لم يستطع أن يذهب بعيدا في مسألة المراهنة على إبعاد الرئيس الحريري، لأنه أنا يعني أعود لأكرر في هذه من على هذا المنبر أنه لا بديل للرئيس الحريري. الرئيس الحريري حاجة لإعادة إنتاج واقع الدولة، لإعادة إعطاء قوة الدفع للحياة الاقتصادية أولا، إن لم يكن حياة العلاقة الحقيقية بين المكونات. أنا كيف إلي حق أقول بدي الرئيس الممثل للمكون الذي ينتمي إليه، وسعد الحريري الذي هو أكثر تمثيلا للمكون الذي ينتمي إليه بدي أتشكك بدوره بتمثيله في ظل هذه المرحلة التي نعيشها؟ لذلك أنا بعتقده حكي ثرثرة أكثر مما هو واقع. في مزايدات على سعد الحريري، في محاولات من البعض يظهر أنه سعد الحريري بهدوءه برصانته بعدم تصديه العشوائي لبعض الأمور التي يستطيع من خلالها أن يداعب عواطف بعض الموتورين يتهمون فيها بأنه تنازل وتقاعس وساوم وتصفقوا إن صح الضمير، وكل هذا كلام غير دقيق. الدقة، كل الدقة، أن سعد الحريري بعد التجربة التي مر فيها بمراقبتي الشخصية وبكل موضوعية أقول أنه رجل دولة لبناني يتعاطى كزعيم لبناني بهذا الشأن بامتياز، وهذا ما نحن بحاجة إليه. هل تعتقد أنه كان في قوة في لبنان تريد تجهيز أرضية لهز هذه الحكومة وإسقاط الحريري؟ يعني بمعنى طبعًا الخليجيين أو طبعًا دول شو بدي أنا الموقف الدولي بالجانب الإقليمي ما بقدر. إذا في أرضية في لبنان فهم جاهزون للتغيير. لا لك شغلي الجانب الإقليمي، أنا بقول لك المرحلة التي مرت التي حاولوا فيها بالحادث الذي وقع مع الرئيس الحريري، أنا بعتقد كانت المحاولة جدية في هذا المجال الذي تتحدثين عنه وفشلت، وأخذت العبرة. حادثة الرياض الذي حدث مع الرئيس الحريري في الرياض طبعا وفشلت، وبالتالي خرجوا بعبر أكيدة بأن هذا أمر غير سوي، وأنهم كانوا ضحية بعض المحرضين وبعض المعلومات التي أطعموا بها من قبل بعض القوى المحلية أيضا، وهذا أمر معروف في الخاص والعام وليس سرا على الإطلاق، ظنا منهم أنه الذي البديل سيكون أكثر عنادا وتمسكا، يعني عمليا مشروع إدخال اللبنانيين بحروب داخلية تبدأ ولا تنتهي. الرئيس الحريري يمثل اليوم الإسفنج التي أم تمتص كل هذا الواقع لمصلحة إعادة إنتاج منطقة الدولة ومرور البلد بالقطوع الذي يمر فيه. هذا موضوع حسم معش قاطع للنقاش، ولن نقبل، أكرر، لن نقبل بأي محاولة من هؤلاء إذا وجدوا كما تتحدثين أن يحققوا الأهداف المرشوة. نعم،
برأيك دولة الرئيس فينا نفصل يعني الرئيس الحريري عن الرئيس ميشيل عون بمكان ما؟ نحن عم نحكي عن تسوية رئاسية أنتجت هذا الواقع، وهذا الواقع في محاولات كثيرة بذلت، وكل اللي شفتيه على الساحة منذ ما قبل، منذ الحادث الذي وقع، منذ ما قبل تأليف الحكومة اللبنانية، منذ مشاورات التي جرت حول تأليف الحكومة، ما جرى بعد تأليف الحكومة، بالأمس الذي جرى بالأمس من شائعات وتحركات وإلى ما هنالك، كل تهدف إلى تحويل هذه العلاقة ما سمي بالتسوية الرئيسية إلى عبء على الرئيس الحريري، عسى ولعل أن يفلت مما يسمى تسوية، أو إلى عبء على الرئيس عون، عسى ولعل أن يدك العلاقة بينه وبين الحريري. أكرر، هذه مراهنات فاشلة لن تحقق. في رؤية دولة الرئيس، بس لأنه أنا بدي أشرح هذه النقطة بالقانون وبالدستور. إسقاط رئيس الجمهورية عادة بلبنان هذا الأمر ما بيتم، يعني حتى بأسوأ الظروف في مهابة لهذا الكرسي، وحتى كل الأفرقاء المارونيين بيحاولوا يحافظوا على هذا الأمر. بعز الخلاف مع الرئيس إيميل لحود بقي في قصر بعبدة، هل معقول أنه اللي عم يطالبوا بإسقاط الرئيس ميشيل سليمان أو ميشيل عون وبيعتبروه أنه هو أساس المشكل في هذا البلد هن قاصدين الحريري؟ لأنه فعلا طبعاً رئاسة الحكومة هي طبعاً اللي عم بتنفذ أكثر شيء على الأرض. نحن بالعرف وبالتاريخ، بالتاريخ السياسي اللي مرقنا فيه، هل يمكن إسقاط رئيس جمهورية أصلا؟ طبعاً يعني طبعاً ممكن الأفرقاء اللبنانيين يغطوا أولاً إسقاط الرئيس أولاً المسيحي الماروني أولاً الوحيد في المنطقة؟ الجواب سريعا على ذلك. أولا أنت عم تتحدثي عن رئيس جمهورية استثنائي، قلة هم الرؤساء الذين أتوا كانوا بمستوى هذه الحيثية الشعبية الذي يتمتع بها الرئيس عون. لذلك هذا كلام غير دقيق أبدا، من وارد بمعطى أحد. إنما وقت بتتحدثي عن، أنت لاحظي طلع حديث عن تغيير الحكومة. طيب ماذا حديث عن تغيير الحكومة تحت عنوان فلنذهب إلى حكومة أكثرية وأقلية، شيء أو تكنوقراط؟ طيب يا حبيبتي، مبارح أثناء المشاورات لتأليف الحكومة اللبنانية كنت أنا الوحيد تقريبا اللي قمت قلت خلينا نعمل حكومة أكثرية وأقلية لحتى ننعش الحياة الديمقراطية البرلمانية للبنان. نفس الأبي طالب اليوم بتغيير الحكومة وإسقاط هذه الحكومة وتغييرها على قاعدة أكثرية وأقلية هو الذي اتهمني بكلام يدلل أنه وراء الأكمة ووراءها في الحديث عن حكومة أكثرية وأقلية. فإذا الغاية هي سعد الحريري، هون اللي بدنا نلفت واضح. الغاية هي سعد الحريري في لعبة اسمها الكرامبول، يعني لما بيصبوا على الرئيس ميشيل عون المقصود في لعبة الحريري، في لعبة اسمها البليار كرامبول، تضربي هاي الطابة لتصيبي الثاني. فهيدي هي الغاية. لأنه الدكتور جعجع بحوار تلفزيوني سألوه إذا كنت نادم على يعني انتخاب الرئيس عون أو ترشيحه لرئاسة الجمهورية، قال لا، في حرص لحماية الرئيس، في حرص لحماية هذا الكرسي ومهابته. يعني نحن لما بنشوف كل هذه التحركات فينا نعتبر أنه المستهدف سعد الحريري لأنه تحالف أو على علاقة جيدة مع التيار الوطني الحر وعلى مهادنة مع حزب الله. أصل استهداف الحريري ليش؟ طبعاً طبعاً، لأن الرئيس الحريري ما بيمثل التيار المتزمت، التيار الموتور الذي يريد أن يأخذ الدولة إلى انقسامات عمودية حادة على حساب تحقيق الهدف العام. طبعاً هذا الشيء خارج القرار الإقليمي الحريري يتصرف. أنا شخصياً غير اللبنانية مقتنع. أنا شخصياً غير مقتنع أن الجانب الإقليمي هو بوارد التفكير بهالدرجة هاي بهالموضوع. مر بمرحلة خاض هذه التجربة وفشلت، فشلت. أنا لحد هلا إذا درست مصلحة الجانب الإقليمي، شو البديل؟ من هو البديل؟ في أكثرية بمجلس النواب معروفة وين، هي اللي بتنتج الحكومة، هي اللي بتنتج رئاسة الحكومة بحكم المشاورات طبعا. طيب شو قادر يعمل هذا اللي بده يغير الحكومة؟
سقطة في حال شاء ما حدا حيسمي الشخصية الأخرى برأيك. فإذن هذا كلام غير دقيق، غير دقيق تماما وكمالا. هيدي مجرد نوع من العنعنات، عرفتي كيف، ولكن لن تحقق هدفها حتما، حتما وأقول هذا جازما. طيب يعني الحريري محمي اليوم موقعه مش محمي بالأكثرية الحريري التي تؤيد حزب الله وسوريا؟ لا مش هذا بدقة أكثر، خلينا نكون دقيقين لحتى ما نحكي كلام لحتى ما نحكي كلام بصيغة لبنانية يسيء أكثر مما يخدم. الحريري محمي بأنه بموقع وفاقي ميثاقي يمثل الأكثرية المكون الذي ينتمي إليه. وضحت المعادلة؟ نعم. يعني أنا بسؤول دولة الرئيس بري رئيس مجلس نواب، لا بس لأنه صديق وحبيب وأخ كبير، لا لأنه هو يمثل الأكثرية المكون الذي ينتمي إليه. وأم طالب برئيس جمهورية اسمه العماد ميشيل عون لأنه يمثل أكثرية المكون. هذه مواقع ميثاقية في تجارب كثيرة بالنظام السياسي اللبناني، كثير جدا. نجاب عفوا خليني قبل ما كان هيك خليني الوضع. كفي أرجوك، هذه نقطة حساسة بالثقافة الوطنية لازم الشعب اللبناني يعرف. جربت كثير رؤساء الجمهوريات بالجمهورية الأولى صلاحياتهم الدستورية بقوة الدستور، بقوة الشرعية، بقوة التأييد الإقليمي والدولي، كل سوا كانت تقول له صلاحية مطلقة، كان يعين الوزراء ويختار من بينهم رئيسا. صار في تجارب جابت رؤساء وزراء سنة محترمين، طيب الدكتور أمين الحافظ وغيره من رؤساء الوزراء، ما ضاينوا 24 ساعة لأنهم ما كان عندهم شرعية تمثيل الطائفة الذي ينتمون إليه. وأحد نعيش الوهم بلبنان، الرأسمال الحقيقي للرئيس الحريري اليوم قبل من يؤيد الرئيس الحريري هو أنه يمثل الأكثرية المكون الذي ينتمي إليه، والزعامة الحقيقية لهذا المكون. سأتى الأطراف الأخرى اللي بتأيده، أم تأيده لأن حريصة على العيش المشترك، لأن حريصة على الاستقرار الوطني، لأنه حريصة على على علاقة المكونات هذه ببعضها البعض. لأنك بس تدقي بهذا التمثيل أوتوماتيكيا سيرتفع شعار الغبن، شعار السيطرة على المكون، شعار التأثير على رئاسة الحكومة. هو بتبقي عم تحكي تمرقي على كلمة عرضا بيقولوا صلاحيات رئيس الحكومة بيشتمقوا التليطي. ليه؟ بتتذكر ليه يتهم الرئيس الحريري من قبل معارضيه أنه هو خاضع للتيار الوطني الحر ورغبات التيار الوطني الحر ورئاسة الجمهورية؟ لم ترد هاي بيستعملوا كلمة أخرى أنا ما بدي استعملها. لا لا هيدي شو بدي خليني شو بتقول خليني كن دقيق، خليني كن دقيق بالكلام لحتى نكون مسؤولين. شو بدي بكلام رمية حجر شاطوباط بالشارع أو شيء نسوان قاعدين على النور في سنة بيقولوا هالحكي؟ لا لا في هودي في نوعين، في نوع بيقولوها لأنه بالواقع أشكل عليهم الأمر نتيجة العلاقة القائمة نتيجة التسوية الرئاسية، والبعض يقولها عن قصد في محاولة مراهنة على أن يقوم الرئيس سعد الحريري بإثبات العكس عبر ردات الفعل على أي تصرف يقدم عليه الفريق الآخر اللي هو التيار الوطني الحر، وبالتالي يعرضون هذه العلاقة للاهتزاز. وده ما نجحت، الرئيس الحريري بيعرفها، ولأنه بيعرفها أكبر دليل على ذلك أنه ما تعرضت للاهتزاز. السؤال الكبير وأنا بسألك إياه لك بسأل أي شخص يسأل حاله بلبنان، نعم. وخصوصا سموا لي شغلة وحيدة، نقطة وحيدة تنازل فيها الرئيس الحريري، نقطة وحيدة. أنا سأعتذر عن كل كلامي، أتراجع عنه وأقول أنا مخطئ بالتعيينات مثلا. هو عم بفرجي ليونة كبيرة حتى مش لمصلحة حلفائه، كل شيء عم يمشي بحلفائه وبحكيكي هو حلفائه حتى المسيحيين. سميلي حلفائه مين؟ مين اللي حلفائه؟ حلفائه يعني أصدقائه السابقين، ما بعرف إذا بعضهم أصدقاء. عم نحكي عن عن القوات اللبنانية يا حبيبتي، هو بيحدد حلفائه مش أنا وياك بنحدد. أوكي أصدقائه السابقين عتبانين عليه حتى مرق معه قطوع مع الاشتراكية. شو بدي بالموضوع؟ خلينا نكون دقيقين وعلميين.
دقيقة سمي لي نقطة وحيدة تنازل فيها الرئيس الحريري عن صلاحياته أو عن مصالح الطائفة السنية في النظام السياسي. نعم. أبدا أبدا. لذلك أقول لكل هؤلاء الجماعات خصوصا من الطائفة السنية الكريمة التي تزاود في هذا المجال لغاية في نفسها أقول، سواء خدمة لشخصها الكريم بطموح أو 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 خدمة لأهداف مثل ما بتقولي في مراجع خارجية، ما بعرف من هي أنا ما بتعاطب. إيه سمولي شغلة وحيد، عندما حدا منهم يستطيع أحدهم يستطيع أن يقول لي أن هناك تنازل في مسألة معينة، شاءت أنا أعتذر عن هذا الكلام بنفسي، أنا أكيد أنه لم يتنازل. طيب دولة الرئيس عادة بس يصير في تسويات تعودنا عليها في لبنان وتسمى ترويكا، يعني بالسابق شو تسمى؟ ترويكا سياسية. هاي ترويكا تسمية خبرك عنها، خليني ايه بس بس تسمية غلط. اوكي، لما بصير في تسويات رئاسية وبيكونوا شوي الرؤساء على تقارب معين على استراتيجية معينة، نحن اليوم رئيس مجلس النواب مثلا ورئيس الجمهورية وهو رأس الدولة في تقارب استراتيجي كبير بيناتهم، حلفاء بعضهم هن أيضا حلفاء للبعض الآخر، في تقارب بكتير أمور، ولكن هل تركيبة الثلاثية ما عم نشوف فيها هالمتانة دائما؟ دائما في مشكل أكان مع السلطة التنفيذية أو أكان مع رئيس مجلس النواب، ليش مش ملتقيين رغم اللقاء الاستراتيجي الخارجي؟ هذا كلام مش دقيق، لأنه أيام المرحلة السورية التناقضات التي كانت بين الرؤساء أشد وأدهى، بس أنت ما كنت تحسي فيها لأنه كان في ضابط إيقاع. واضح الوجود السوري مش يعني. نعتزل. طب الرئيس رفيق الحريري الله يرحمه رئيس شيء اعتزل اعتكف، أنت اعتزل واعتكف بصير في شوية زعل، بصير في ردات فعل على الأمور، كانت تنحل فورا. لا وبتنحل فوري، لذلك لا يوجد هذا الجو، إنما صحيح بصير في تناقضات، بصير عدم تفاهم، بصير عدم قدرة أحد الأطراف أن يفرض على الطرف الآخر، وهذا أكبر دليل إنه وقت أبي اتفقوا أبي يكونوا توصلوا لاتفاق حل الوسط، وبالتالي ما حدا أبي يتنازل عن صلاحياته. هيدي قصة أساسية، شو بدي بالولدانات الأخرى والكلام التكتي ومحاولات البعض الإساءة للجو القائم تحقيقا لأهداف وإسقاطا لمرحلة وإساءة لمرحلة لتحقيق غاية في نفس يعقوب، شو بدي فيها؟ هذا كلام وصلوا لوقت يلعبوا بالدولار، وصلوا لوقت يفوتوا بالمسألة بلقمة عيش المواطن تستثمر من أجل خدمة هذه الغاية اللي هي دك الاتفاقات القائمة بين الرؤساء. أنا أقول أنه هذا لن يحدث، وأنه الرئيس الحريري هو في موقعه رئيسا لوزراء لبنان سواء في هذه الحكومة أو بأي حكومة ستؤلف. أنا بس عم حاول دولة الرئيس شوف قديش ظهرنا من التأثير الخارجي في اللعبة السياسية المحلية، يعني قلت حضرتك أنه بالوجود السوري كنا ما نحس بهذه الخلافات، لكن اليوم عم نحس فيها. أنت كنت تحس فيها؟ أنا كنت حس فيها. أنت كنت صغيرة كنت أنا ما بتذكر كنت خلقانة لا خلقانة كنت ولكن اليوم الاتفاق على استراتيجيات إقليمية ما عم يقدر يأثر على التركيبة مثل ما كان يأثر السوري، يعني في عنا هامش، في لعبة سياسية عم تلعب اليوم، ما فينا نعول على مثلا أنه أنا فيني أقول شغلي الخلاف مع الرئيس بري بين الرئيس ميشيل عون والرئيس بري والرئيس الحريري قوامه اليوم اللعبة الاقتصادية، أنا بدي فصل المشهد، وحتى بس بدنا ندخل بعد شوي على المادة 95، اللعبة الاقتصادية اليوم هي اللي عم تتحكم بخلافاتهم. قريبا جدا سيثبت إليك أنه هذا التفكير أيضا قد يكون هناك تباينات، وهذا أمر طبيعي، قد يكون هناك تمايز، هذا أمر طبيعي، ولكن سيثبت إليك قريبا جدا أنه هم أقرب لبعضهم البعض مما تتصورين إن شاء الله. وعم بحكي عن أيام قادمة، مش عم بحكي عن أشهر ولا أسابيع. لذلك خلينا ناخد شوي بروية، وعملية التطبيل والتسمير
لأي تمايز يظهر في الساحة. عملية هاي مضرة للواقع العام أكثر قد تكون صحة في اللعبة السياسية ربما. هل وأنا بقدر أقول شغلي أكيد هي في خانة إيجابية لمصلحة الرئيس الحريري، وهي قد يكون هناك في أطراف إقليمية أو طرف إقليمي لا أدري كانت ترغب في تحويل لبنان، الساحة اللبنانية، إلى ساحة صراع حقيقي عملي ميداني انعكاسا للصراع القائم في المنطقة بين المعسكرين. أنا أعتقد أن الذي لعب دورا أساسيا ومركزيا في تجنيب لبنان هذا الكأس المر، هذا الكأس المر إلى جانب التهيب موازين القوى، إلى جانب تهيب موازين القوى، دور الرئيس الحريري برفض الانجرار لمثل هكذا العمل. وهذا ما سمي تنازل، وهذا ما سمي تراجع، وهذا ما سمي مساومة. فقام هؤلاء بالتحديد لمحاولة الهجوم على التسوية الرئاسية ظنا منهم إذا دكت التسوية يمشي الرئيس الحريري في لعبة تفجير الداخل اللبناني على قاعدة مذهبية وطائفية توصفها للتسوية، وهذا أمر فشل فشلا ذريعا، وكان سقوط هؤلاء سقوطا عظيما. أبأكد لك الكلام هذا. طبعا صار زيارات لرؤساء حكومات سابقين وكانوا عم يلعبوا على هيدا الوتر بالذات تحديدا. إذا بدك تعطي وصف لهذه التسوية، هل هي متينة؟ يعني نحن عم نحكي عن كذا هزة وعم نشوفها بعضها متماسكة. ليش بدها تكون متينة؟ هي ولا كل فترة بدنا نكون أمام مستمد هزة؟ يعني نحن كل فترة أمام هزة أو نأزة؟ مستمد متانتها من السؤال التالي، هل يستطيع الرئيس الحريري أن يجد لنفسه حليفا أو صديقا أو مع من يجري معه تسوية؟ أنسب وأهم وأفضل وأقوى وأقدر من فخامة رئيس البلاد أن يجري معه هذه التسوية؟ طيب هل يستطيع رئيس البلاد أن يجد أنسب وأفضل وأقدر وأكثر تمثيلا لمكونه من الرئيس سعد الحريري من أن يجري معه هذه التسوية؟ متانة هذه التسوية، فلسفة وجودها قائمة من هذا، من موازين القوى، من الأسباب المشبهة لها، هي حاجة، حاجة لبنان لها، حاجة الاستقرار الاقتصادي، حاجة الاستقرار المالي الأمني، حاجة الاستقرار السياسي، حاجة الاستقرار الأمني، حاجة التعايش بين المكونات، هذه هي الحاجة. لذلك هذا الأمر في إعلان فلتنهزم كل الأفكار التي تحاول أن تنال من هذه المرحلة. في اتفاق خفي بين حزب الله وسعد الحريري، يعني هالمهادنة أو التنسيق، خلينا وكأنهم بيلتقوا على طول، في تنسيق أو مهادنة أو ترتيب للعلاقة عن جد ملفت. إيه صحيح، أنت تحكي مظبوط، في مصالح موضوعية مشترك. هل حزب الله له مصلحة بتفجير الداخل اللبناني بكنفه ومعه؟ هل للرئيس الحريري مصلحة بتفجير الواقع بحرب مع حزب الله؟ هل التحديات الخارجية التي تستهدف لبنان في بره، في سمائه، في مائه، في نفطه، في ثرواته، تجعل من الطرفين يعني بحاجة لبعضهما البعض أم لا؟ وإلا معادلة الشعب والجيش والمقاومة كيف بدها تركب؟ فإذا الحاجة الموضوعية للأطراف لبعض البعض هي التي تشكل السبب الموجب لهذا، حتى لو ما جرى ولا اجتماع بيناتهم في الوقت اللي هناك تماس إيجابي جداً مستمر في الحكومة. بالسابق في الحكومة، في الحكومة اسمعيني بس أي نقطة بأمي، الناس مش لازم تمر عليها، في وزراء لحزب الله بالحكومة موجودين، في تماس إيجابي قائم،
طبعا في لقاء مصالح موضوعية بين الطرفين، سواء أن التقوا أو ما التقوا أنا غير مطلع إذا التقوا أو ما التقوا. لأنه بالسابق دولة الرئيس كان في تصريحات سريعة لسعد الحريري، خلينا نعتبر إذا صار أي اشتباك أو أي مشكل في الخليج أو إذا تعرضت السعودية لأي مشكل حتى بالحرب باليمن، كنا نشوف مواقف سريعة ويعني وملفتة من الرئيس سعد الحريري. إذا سيد نصر الله خطب خطاب تصعيدي باتجاه المنطقة منشوف موقف لسعد الحريري وحتى لتيار المستقبل نوابه وأعضائه واحد واحد. اليوم هذا المشهد ما عم نشوفه أبدا. بطل الرئيس سعد الحريري أول من يسارع للحديث عن تحالفاته الإقليمية، بطل الرئيس سعد الحريري كتير منضوي بهذه الأمور. لا، رئيس سعد الحريري بيحكي الكلام في الوقت المناسب في الساعة المناسبة في المكان المناسب وعلى المنابر المناسب. أنا عم أقول حزب الله مستمر بخطابه، بس الحريري يلي بطل يرد هذيك الردود. لا كمان مش دقيقة الكلام. شو اسمعي لقلك، في ردة فعل بعملها على كلام بتقولي لي إما بالمضمون وحيث يجب أن تقال وفي المكان المناسب دون أن أستنفر شعب ودون أن أجر شعبي إلى الصدام، نعم، وإخلق أجواء تشنج على الأرض تنعكس سلبا على الاستقرار الأمني والسياسي، وفي كلام بقدر أقوله كرمال المزايدة الشعبية كرمال الشعبوية وأعمل حالة استنهاض وقد يؤدي الغير مرجو وقد لا يؤدي الغير مرجو. الرئيس سعد الحريري أبي دافع بهذا الموضوع عن وجهة نظره بالطريقة التي يدافع فيها وتحت سقف مجق بيان الوزاري اللي هو بيعتبر نفسه مسؤول عنه ويدافع. نعم. لكي يحافظ على وحدة حكومته، لأنه رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري غير سعد الحريري المواطن. وقت تكوني رئيس وزارة بدك تنطقي باسم الحكومة، نعم، وقت تنطقي باسم الحكومة بدك تنطقي باسم مضمون بيان مجلس الوزراء. فإذا أدبياتك ترمينولوجيا تبعك بدها تكون وفقا لمضمون هذا البيان. نعم. الرئيس سعد الحريري يتصرف وفقا. نعم. لهذا قبل ما أخذ بريك دون المساومة على أي موقف من مواقفه. في كلام للرئيس سعد الحريري أمام وفدا كبيرا من طلاب طيار المستقبل في جامعة القديس يوسف الجامعة اللبنانية الأمريكية وجامعة رفيق الحريري، يقول: الحمد لله كنا في الإمارات العربية المتحدة ولدينا أصدقاء وهناك جالية كبيرة ولدينا حلفاء وأشقاء وأصدقاء مثل الإمارات أيضا. إن شاء الله الأمور لسيما الاقتصادية منها ستتحلحل بوقوف الأصدقاء إلى جانبنا. نحن سنستمر في استكمال هذا المشوار وإياهم، وسننهض بلبنان، والحل سيكون بإجراء كل الإصلاحات المطلوبة، وستكون لدينا زيارات أخرى في الخليج، وإن شاء الله سيكون هناك فرج اقتصادي، وهذا ما أركز عليه في زياراتي ولقاءاتي. بريك ونعود بعده لنسأل دولة الرئيس حول حقيقة فتح العلاقة مع سوريا ومصير التسوية أيضا إذا كان هذا ممكنا. بريك. عودة لبديبلوماسية مع دولة الرئيس إلي الفرز. لأهلا وسهلا مجددا. أهلا. دولة الرئيس، بدأت أتحدث عن العلاقة بسوريا وعن الكلام اللي فتحه الرئيس ميشيل عون أمام كل العالم، ولا يبدو أنه طبعا مجرد خطاب بما أنه في تلك المرحلة وفي تلك اللحظة فتح هذا الباب. في مقال لعماد مرمل يتحدث فيه عن العوامل التي سمحت لعون بهذه الاندفاع تجاه سوريا والانتقال من الدفاع إلى الهجوم، وهي الآتية: تحسب الرئيس لمفاعيل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة والتي تساهم تلقائيا في تقليص قدرة لبنان على تحمل أعباء النازحين. رصده انفتاح بعض الدول العربية على سوريا بعد سنوات من القطيعة كما فعلت الإمارات العربية المتحدة والبحرين، حتى أن الجانب السعودي تخفف من نبرته العدائية حيالها، فلماذا يكون لبنان ملكيا أكثر من الملك؟
اقتناعه طبعا عن الرئيس قصده بأهمية وضع الدولة السورية أمام مسؤولياتها، بالتالي اختبار حقيقة نياتها فيما يتعلق بمستوى جديتها إزاء النازحين، امتعاضه من السلوك المريب والمتمادي للمجتمع الدولي الذي يفعل كل ما من شأنه أن يشجع النازحين على البقاء حيث هم. ويؤكد عون حسب المقال كما ينقل عنه زواره أن البعض في لبنان تحسس فورا من موقفه وسارع إلى التشويش عليه كأن زيارته دمشق قد وقعت فعلا. ويضيف: صدقوني أنا لا أمزح ولا أناور عندما يتعلق الأمر بمصير لبنان، وبالتالي كونوا أكدين أنني سأفعل كل ما هو ممكن لأزيح عن كاهله أعباء النزوح، أما التوقيت فأنا أختاره. ماذا يعني هذا الكلام؟ كلام واضح. أولا، فخامة رئيس الجمهورية منذ اليوم الأول لرئاسته كان واضح، لا بل من قبل، أنه أنا وسوريا على علاقات جيدة وفي جغرافيا سياسية ونحن جيران ويجب أن نكون أشقاء وأصدقاء وعلاقات. هي خارج لبنان ونحن في لبنان دولة سيدة عزيزة حرة مستقلة. أزمة النزوح السوري في لبنان هي أزمة وجودية للكيان اللبناني، بالشغلة هي تأتي قبل كل المشاكل القائمة في لبنان. وبالتالي بيحاول رئيس الجمهورية منذ اليوم الأول لتأمين عودة هؤلاء إلى بلدهم بعد أن استتب الأمن في مناطق كثيرة جدا وكبيرة بطريقة كريمة وآمنة لهم وللمجتمع اللبناني برمته، خصوصا أن اللبنانيين بيعانوا من أزمة اقتصادية ضخمة. عبء وجود مليون ونص سوري في لبنان هو عبء كبير. هم إخوة، هم أحباء، هم أهل، ولكن بحبك كسواري أتسنتنا. طيب، المجتمع الدولي له غايات أخرى، له غايات استعمال هذا في لأسباب سياسية، لأسباب أمنية، لأسباب استراتيجية تتعلق بالمجتمع الدولي. بيجي بيعطي مصاري للنازحين، النازحين بيبعثوا مصرياتهم عند أهاليهم أو معظمهم إلى سوريا، وبلبنان بيفتحوا محلات، بيفتحوا هذا في مجال هذا الواقع. هذا الواقع دكتور رئيس. بس بالسياسة التوقيت، لا التوقيت أصلا ما كان ممكن. لا، هو من اليوم الأول أبي طالب، هو من اليوم الأول أنه رح يتحدث مع سوريا؟ طبعا أبي طالب بعودة النازحين. أوكي، أكيد الحديث مع سوريا قائم عبر مدير عام الأمن العام، عبر مؤسسة الجيش، عبر الوزراء اللي صعدوا إلى سوريا قائم الحديث، عبر السفير السوري الموجود في لبنان الذي تربطه علاقات إيجابية جدا مع سئة واسعة من السياسيين. يعني إذا كان المقصود صعود رئيس الجمهورية، في معروف القصة بلبنان أنه في موقف معين لشريحة معينة بما فيها رئيس الوزراء اللبناني، هم منه مهيئ لولوج هذا الطريق. رئيس الجمهورية حتى تاريخه هو حريص على الوحدة الداخلية ووحدة الحكم في لبنان أهم من أي عمل خارجي يقوم به. وأنا أعتقد أن الدولة السورية تقدر هذا وتثمن هذا للرئيس عون، وتدرك الأسباب العميقة والحقيقية التي تحول بين رغبة العماد عون بالاجتماع للحل مشكلة النزوح، وبين معرفتهم بأن الإقدام على مثل هكذا عمل سيكون له انعكاسات خطيرة قد تكون بين هلالين، خوفا من التأويل، قد تكون قبل فعل المضارع للتقليل على الساحة اللبنانية. بس في، خليني أرجوك، هذا موضوع حساس، ليش نحكي هيك ضربة حجر كيف ما كانت تصيب. روزانا، نعم، خلينا نحط السيناريو. أنت امبارح سميح شكري يطالب بعودة القوات الجامعة السورية الجامعة العربية تفرض بالداخل المصري، مش هيك؟ طيب، تفتح أبو كمال، وهذا أمر مهم صحيح وعظيم، بهر 100 قتيل جوات العراق. حكي هالكلمة بالرئيس الأمم المتحدة كوسيلة للضغط على المجتمع الدولي كي يذهب باتجاه المساعدة لحل مشكلة النازحين.
وإذ بلشت هوني الحركات طفأت الشعارات من أن توجه للجهة المسؤولة وفقا للدستور. مسؤولية الدستورية معروفة عمين صفة المعركة ضد رئيس الجمهورية ضد العهد. هذا الأمر إذا بدي أفترض أنا بالتقييم السياسي، إذا في 10% بس احتمال، 10%، أنا اللي قاعد أبحلل على الطاولة وأب أدرس وأب أقول بلد، معقول يؤدي ذلك إلى ما تحمد عقباه على مستوى الوحدة الداخلية؟ هل أقدم علي رئيس الجمهورية وقت يقول التوقيت إلي؟ بس عم تفتح لنا كذا احتمال يا دولة الرئيس. اسمعيني حبيبتي اسمعيني، وقت يقول رئيس الجمهورية التوقيت إلي يعني أبي يقول التالي، أن مبدأ الزيارة مقرر ولا يوجد أي إشكال عليه، وهذا أمر خطوة كبيرة، ولكن التوقيت إلي هو مصلحة البلد عما إذا كان يجب أن أقدم عليها، وهذه بقررها فقارة الرئيس مش أنا، ولا حكي التنور بقررها فخامة رئيس البلاد يقرأ المصالح العليا للدولة بشوفها. إذا بتتأمن هي مش بس تتأمن المصلحة اللبنانية الصرفي فيها. يعني أنت تربط إذا أنا فهمت ما تقول دولة الرئيس، هاي لازم تنشاف. بس رئيس الجمهورية يقول أنه الاحتمال وارد بس أنا التوقيت إلي، مش هيك؟ شو أبي يقول يعني؟ يعني حسمت موضوع أنه ما في مشكلة على مبدأ الزيارة بالنسبة إله، هذا كأنها تمت. هذا يدرك الجانب السوري، يدرك ذلك تماما ويفهم الظرف ويقدر الظرف أكثر من بعض اللبنانيين الذين يريدون أن يعني الذين يشاؤون المزايدة في هذا الملف. هذا ملف ما بيحمل المزايدة، مصلحة البلاد العليا بقرر رئيس البلاد. نقطة على السطر. هل أنه نفهم من كلامك يعني أنت تربط التحركات الشعبية بكلام الرئيس بالأمم المتحدة حول سوريا؟ بتقسمين الكلامك، أنا عم بتساءل طبعا، أنا قدامي مشهد سامح شكري لما انطلب بموضوع سوريا. أحسنتي. أيضا خلينا نقول نزلت الناس على الشارع. طيب. بمصر روحي على العراق. هل إذا سحبوا الحديث عن سوريا بتطلع الناس يعني؟ لا. ما في أزمة حقيقية. ما بعرف شو أنا بسألك يا روزانا، نحن كمسؤولين أنت ما فيك تتجاوزي عن هيك مظاهر، مش هيك السؤال. السؤال صرح صار، نعم، فتح أبو كمال صار، مصادفات يعني، خطب رئيس البلاد بارلل بمنطق تحذيري مش بمنطق الجزم أنه طالع صار. طب معناتها في شيء ما، قد يكون الشيء ما موجود، قد لا يكون، لكن أنا لا أستطيع أن أهمل هذا الشيء ولا أجافي الحقيقة إذا قلت أنه قد يكون هناك شيء كبير وكبير. إذا ربطنا العراق دولة الرئيس ومصر ولبنان، هل هناك قوى بالمنطقة أصلا تراهن على تغيير؟ فينا نقول نحن أنه كل المجتمع الدولي يعتبر أنه صار خلص too late أنه يصير تغيير جديد، لأنه القوى بدأت تتموضع وتتمركز في تغيير كبير في سوريا. الأغلبية رجعت للنظام السوري، للرئيس السوري بشار الأسد. أنا كلمة نظام ما بحبها. الأمريكيين أرجوك. أوكي. كلمة سخيفة. بتقولي شي النظام الفرنسي؟ هلا هيدا تداول يعني، مجرد تداول. نحن شو بدي بالتداول؟ مش في الدولة السورية شرف زايد على محبة سوريا. شرف لا أنا عم زايد، أنا عم بعمل ثقافة عن نفسي عم بعمل ثقافة للناس. أنا عم زايد بدي أسألك أصلا عن سوريا، ولا بتعني لي هالقصة شخصيا. شرفي نسيتنا السؤال. هل ممكن يكون في رهان؟ مين هي الجهة اللي ممكن تراهن على 3 دول تصنع السياسة والاستراتيجية بالمنطقة مثل العراق مثل مصر، وبتحسب نقاط يعني ربح وخسارة؟ بتقولوا انه حلف روسيا ايران سوريا يتقدم عسكريا واسترجعوا الاراضي يلي لهم، مين يلي ممكن يرد عقارب الساعة للوراء اعتمادا على الشارع؟ دخول تركيا على الساحة بيعتمدوا على غير الساري،
على قوة كبرى بالمنطقة، إسرائيل والجولان، إسرائيل ولبنان، غزة وإسرائيل، فلسطين وإسرائيل، شو ده؟ منطقة مطروحة على منطقة صراع طويل عريض. لذلك ما نروق بالنا، ما نروق بالنا، الأمور ما بتنحسب هيك فجأة، إنه انخسرت معركة هون تطلع بخلاصات خلص تبني عليها الشيء. من نروق بالنا بالنتائج والبناء عليها. لبنان بلد صغير لا يستطيع أن يتحمل ردات الفعل على أي خطاط كبيرة ذات طابع استراتيجي في المنطقة. طيب هو إن المعنيين بالصراع والمستهدفين مباشرة كرقم من أركان المحور اللي هن حزب الله، شايف كيف أبي زينوها مثل الجوارشيكي، بس أم تجي القصة تتعلق بالمسألة. بدنا نجي نحن نضرب القصة كيف من كان ونحلل على قاعدة يلا يا عرب، ما فيناش هاي. هذا بلد حساس، بلد قائم على توازنات دقيقة، ماشي على حد السيف، أي مشكل فيه بيرد عقارب الساعة للوراء كثيرا، يلحق أضرار ما بتقود تتصلح، لذلك ما قلنا مصلحة. فأنا شوف بموضوع السياسة الماشيين فيها أركان الحكم بلبنان قولا واحدا، أنا مع قولا واحدا ورأس حربتها ومدافع عنها. بالنسبة لرئيس الجمهورية ورئيس المجلس ورئيس الوزراء، رضي من رضي وتأثر من تأثر، من استعملش تعبير آخر. لذلك هذا الموضوع موضوع مصلحة لبنان هيك. هلا بتقولي لي بالسياسات الاقتصادية والمالية والمآقز، أنا يمكن جريكي بأمور كثيرة، بس بالسياسة المتعلقة الأهداف الاستراتيجية والسياسة الاستراتيجية المتعلقة بالسياسة الدولة الاستراتيجية ماشي مثل الليرة. بموضوع العلاقة مع سوريا والتواصل المباشر مع سوريا، ربطا برغبة رئيس الجمهورية، وكأنه في ما بدي سميها حملة ولكن نية من كل المقربين من رئيس الجمهورية، عن وزير الدفاع تحدث عن المعابر الغير شرعية وقال للصحفيين أعطوني طريقة تانية غير التنسيق مع سوريا. يعني اللي عنده حل تاني يقول لي. هيدي الخطابات، هيدي اللغة، التقارب مع السوريين عم تطلع بعد خطاب يعني رئيس الجمهورية وكأنه شيء جدي وسينطلق. كلام وزير الدفاع كلام بمحل. كيف بتحل مشكلة المعابر بدون المعبر طرفين؟ بشاي كيف بتحل مشكلة الطرف بدون تحل مشكلة الطرف التاني؟ بكل بلدان العالم ترامب وعظمته بده يبني سور لا يفسد نسق مع المكسيك. وعلى كل حال هذا التنسيق ممكن يتم بسولي كمان. طيب هودي ولو معارك سلسلة جبال لبنان الشرقية كلها تمت هيك، قصة الكهرباء تمت هيك، قصة الزراعة تمت هيك، قصة فيش تتم مسألة المعابر الشرعية أن تكون مدخل لإلحاق ضرر كبير بالاقتصاد اللبناني وبتسقط وبتغرق الأسواق اللبنانية. شوف العنب تبع الفرزل كيف مرمي على الطرقات، شوف التفاح تبع مشغرة، شوف التفاح تبع خربة أنفار تبع صغبين. أنا كوني عم بحكيك بقاعي ومن منطقة زراعية، شوفي كيف عم بيرموا على الطرقات تتيجة الأسعار الغير مشجعة. بارح وزير الزراعة طلع وزار ومشكور، ومدير عام الزراعة طلع ونشيط وعم يشتغل ويسلحون، وهذا أمر يفرحنا جدا. ولكن كل هذا مشي قدام إغلاق المعابر غير شرعية لأنه يجب أن تقف ويضع حد لها. وحسنا فعل معالي وزير الدفاع بأنه عبر عن هذه الرغبة بهذه الطريقة المصرة على تأكيد هذا الهدف. بجزء التواصل مع سوريا يمكن أكثر وزارة ممكن تكون معنية وزارة الخارجية، وإذا استثنينا الرؤساء الثلاث يلي عندهم حساسية معينة على هذا الأمر، بيبقى السؤال للوزير باسيل. ما الذي يمنع الوزير باسيل من زيارة سوريا تنسيقية من أجل النازحين أو من أجل أي قضية طارئة؟ اجتمع مع الوزير المعلم. ليش ما بيزور سوريا؟ طالما أنه أصدقاء ومؤيدين. اجتمع مع الوزير المعلم بالأمم المتحدة. أوكي، عم نحكي عن زيارة. وخلص رسمت استراتيجي. في سفير طويل عريض بلبنان ومحترم، أبي نسق معه بيجي لعنده برلان، شو المشكلة؟ أنا هذا الموضوع
تقييمه الدقيق، السؤال أنا برفقه، هل هذا يخدم وحدة البلد الداخلية أو لا يخدمها؟ إذا بيخدم وحدة البلد فليقدم عليها، إذا هلأ مش وقتها لا تقدم وترفض. ما في إشكال بعملية التنسيق طالما هو قرار مقرر. وإذا شيء أبتم أنه لواء عباس إبراهيم فاتح دكان على حسابه، أب يتنقل بين لبنان وسوريا وبيعمل المفاوضات، قيادة الجيش عبر اللجان العسكرية المشتركة اللي عم تعمل مفاوضات، هاي كلها لوحدة عم تعملها، ما قالوا عليها رئيس جمهورية، رئيس الوزارة، رئيس المجلس الحكومي، ما حدا قالوا عليها. أب تنعمل هاي دي بغفلة منهم جميعا، ما عم تتعمل بعلمهم، بس ضروري انه نحك. لا بس ما التعاطي الرسمي، نفجر البلد. لا التعاطي الرسمي بيعمل نتيجة اكبر. لا مش خلافات داخلية، بيعطي نتيجة اكتر التعاطي الرسمي. انا بأكد لما بنفتح الموضوع طبعا على وقت يكون العلاقة واضحة وكمثل ما كانت بالماضي وعلاقة مسار ومصير، يا لطيف شو بتعطي نتيجة. بس هذا الظرف هلا، هذا هو الوضع. بكرة جاي الإمارات يمكن تطلع طرابلس، تستعمل ميناء طرابلس ومركز طرابلس ومعرض طرابلس لأشغال تتعلق بإعادة أعمار سوريا. نعم. وهذا سيكون لها مردود كبير على الاقتصاد اللبناني والاقتصاد الشمالي كمان. هذا في ضرر مش تنسيق. طب أنا نروق بالنا شوي شوي. نعم. شوي 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 شوي. يقول الوزير السابق وهو مستشار رئيس سعد الحريري غطاس خوري ردا على سؤال حول ما طرح بشأن اهتمام الإمارات بإعادة إعمار سوريا، أن لبنان يجب أن يكون منصة الانطلاق لإعادة إعمار سوريا. هيدا الرد. من قال هاي؟ غطاس خوري. ايه؟ هيدا الرد تحديدا. هيدا شو هيدا الكلام؟ هيدا مش تنسيق؟ بلا ما يصير. بداية هيدا مستشار دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني. نعم. بعد زيارة لدولة الإمارات العربية التي تعتبر ألصق حليف للمملكة العربية السعودية والتي فتحت سفارتها في سوريا، مش هيك؟ نعم. والتي اليوم صرحت قالت إن ما حدث على في الشمال سوريا ومن الجانب التركي هو سببه من تداعيات عدم الإجماع العربي وعدم الموقف العربي المتضامن. أبيجي بيقول لك لبنان يجب أن يكون له دور في إعادة أعمار سوريا، شو معناتها؟ كيف بيكون له دور إعادة أعمار سوريا؟ بالمسبة، بإلقاء الأنابل، بالتنسيق ضد سوريا أمنيا، تقرأوا تحول ما أو ليونة معينة، أو نحن عم نتقدم نحو مرحلة فعلا صرنا عم نحكي هالشي على الهواء؟ طبعا طبعا، هذا بيقول مش بس تقدم، هذا التقدم العقلاني بعينه، ومش مطلوب تقدم غير هكذا نوع من التقدم. التقدم المقبول الذي يحدث ويكون متلقف من قبل الشعب اللبناني ومقبول بوحدة لبنانية بصوت صارخ لبناني واحد، ما يكون شغلة انعكاس ويحمل في طياته هزيمة ناس على ناس آخرين. هذا الكلام اللي بيحكيه الدكتور غطاس خوري هو كلام عين العقل. بعد زيارة الإمارات، وها سبقته أنا بالحكي هلأ فظاعة، وأنا بحكي أوقات الله بنطي هلا بالإمارات، قلت لك إمارات بتطلع طرابلس ومن طرابلس بتفتح إعادة أعمار سورية. مش لك هو شو قال؟ فظاعة. كيف بتسائل الله صار. كيف بتسائل؟ تنسيق غير لذلك هيدي غير معلن. هذا هو التقدم العقلاني، هيدي صناعة العلاقات العقلانية التي تخدم مصلحة لبنان وتخدم مصلحة سوريا وتخدم مصلحة البلدين ولا تحرج أحد، بالعكس تؤدي إلى تحقيق الغاية. بس يقال أن سوريا لن تقبل هذا النوع من الفرض، أنه بتكون تشاركوا بإعادة إعمار سوريا بس ما في موقف سياسي واضح. ما فيكن طبعا قرأنا هذا الأمر. أنا بدي استنى. أنا شخصيا مؤمن، أنا بعرف العقل طبعا الرئيس الأسد كيف بيشتغل. الرئيس الأسد بهاي القصة نعم بيتصار ليكي وقت معمل نصيب، وقت مش معمل نصيب، هذا المعبر كانوا حاطين ما بعرف شو شروط وما شروط، أنا ما بتعاطى، أنا لا إلي عليها ولا بطلع ولا بيجي ولا بعرف، بس بعرف من المسؤولين اللبنانيين. نعم. وقت تم الاتصال والمراجعة مش دغري أخذ قرار بإلغاء كل شيء وفتح الطريق؟
العقل هذا هو عقل حريص على صناعة العلاقات بطريقة سوية. نعم. صحيفة البناء تتحدث حسب مصادر يعني لها مع القيادة السورية تتحدث عن دور لبنان في إعادة إعمار سوريا، والذي يسمعه المسؤولين اللبنانيين في زيارتهم العربية والدولية، ويكرره المسؤولون اللبنانيون في تصريحاتهم عن المستقبل الذي ينتظر لبنان مع الفرص التي يحملها إعادة إعمار سوريا. تعلق مصادر متابعة للعلاقة اللبنانية السورية ونظرة سوريا نحو الموقف اللبناني على ذلك بالقول إن الذين يشجعون المسؤولين اللبنانيين على حجز مقعد في إعمار سوريا يمنعون لبنان من الانفتاح السياسي الرسمي بصورة واضحة على سوريا، ومن دون الانفتاح الرسمي طبعا بصورة واضحة ومن دون تعاون سياسي لن تتيح سوريا لأي دولة دورا في مرحلة إعادة الإعمار، ومن يظن أن التمويل الخارجي سيحمل شروطه معه يجب أن ينتبه أن الدولة السورية لن تقبل بأي تمويل مشروط، ولديها بدائل التمويل بمجرد استقرار الأمن وتقدم المسار السياسي حسب مصادر البناء مع السوريين، أنه في شروط صحيح. سياسية كله صحيح، ولكن أنا أؤكد كله صحيح، ولكن أنا أؤكد أنه عندما تأتي الساعة سيكون لبنان حاضرا فيها إن شاء الله. طبلي بالك، خلينا ننتقل على الملف المحلي. هيدا الملعب اللي فيه احترافك الكامل، أصعب المواد والدستور والتفسير والمخارج اللي بيطلع فيها إلي الفرز، اللي ما بعرف إذا مصادرنا صحيحة لأنه يبدو أنه عندك مخرج. المادة 95 شو بها؟ اقترب موعد الطرح فيها والحديث عنها. كل الناس متخوفة أنه الوضع يعني كتير ما بيسمح أنه نفتح مادة خلافية وبتدخل فيها الطوائف والحسابات بهذا التوقيت. أولا لما تم طرح أو إرسال هذه الرسالة إلى مجلس النواب عادة بتاخد 3 أيام لحتى يعلن رئيس المجلس أقصى المهلة، ولكن تم تأجيلها لحتى نفوت نحن بهذه الدورة وبتبلش الأعمال الطبيعية، وسأبت الوضع سيء جدا والعالم ببالة بس بالاقتصاد وبالمعيشة وبكل هذه الأمور. كيف فينا نحن اليوم نتفادى هيدي الأزمة بدون ما نكسر مهابتين؟ عندنا مهابة رئيس الجمهورية ومهابة رئيس مجلس النواب، وعم نحكي بالدستور، يعني ما في حدا يتراجع، وكأنه الجلسة ستعقد لأنه في صورة للطرفين. أنا بستغرب الحقيقة، بستغرب تصوير الإعلام للموضوع على أنه أزمي بين طرفين. أولا لا يقبل الرئيس بري دورة الرئيس بري إلا بانعقاد الجلسة وتنفيذ رغبة فخامة الرئيس بالرسالة. هذا موضوع لازم يعرفه الكبير والصغير. لا أحكي لك القصة، أول واحد طرح فكرة تأجيل النقاش بالمادة هو أنا. نعم. بهيئة مكتب المجلس من شهر، وعلى مسمع الرئيس بري وعلى مسمع السيد الزملاء النواب مروان حمادي، آلاء عون، هاكوب بقرة دنيان، وميشيل موسى، والأستاذ سمير الجسري، وبوجود الأمين العام عدنان ظاهر والمدير محمد موسى، طرحت القصة وقلت يا عمي خلينا نفكر بالطريقة قبل 17. كان جواب الرئيس بري إن فخامة الرئيس قد أرسل رسالة إلى المجلس النيابي، وهذا حق من حقوقه الدستورية، ولا يوجد أي مجال شخصيا أن أعمل خلافا لتنفيذ إرادة الدستور بأن أتلو هذه الورقة أو هذه الرسالة على السيد النواب في جلسة علنية من أول يوم. وفخامة الرئيس أنا فتحت له الموضوع من شهر، وكان متلقفا للأسباب الموجبة التي تتحدث عن فكرة تأجيل النقاش باعتبار أنه هيدي مادة تحتاج إلى وجهات نظر متباينة في المجتمع اللبناني. لي لأنه التفسير يحمل في طياته شو؟ تعديل.
صحيح. وقبل التعديل شو في؟ رح أحكي الآن بس إنه هذا تفسير قانوني، إنه أي تفسير هو تعديل. مش أحكي أكثر من الآن بهالموضوع. والتفسير شو بيسمعه قبل التفسير؟ بيسمع تطبيق المادة. تطبيق المادة شو فيها؟ المادة فيها فقرة أولى، فيها فقرة تانية، فيها مد إلغاء الطائفية، تشكيل لجنة إلغاء الطائفية، فيها مد تاني متعلق بأنه خلافا خارج إطار المناصف الأولى بقية الأسلاك تأخذ مقتضيات الوفاق الوطني بهذا الاعتبار، تفسير كلمة مقتضيات الوفاق الوطني. وبالتالي هذا موضوع قد يكون في وجهة نظر متبادلة. حراجة المرحلة، دقة الوضع المالي النقدي الاقتصادي يقتضي عدم الولوج هذا. وأنا أؤكد وأقول للبنانيين ما تأتلوا هم إطلاقا، هذا لا يوجد أي خلاف، التفكير مشترك، التفتيش عن الوسيلة لكي نجعل هذه المرحلة في أعلى درجات الاسترخاء السياسي قائمة، وما تأتلوا أي هم على الطاقة. وطبعا دولة الرئيس الحريري متلقف في هذا الواقع تلقف الإيجابي، مش خايف من مناقشة إطلاقا. إطلاقا. طيب، في هناك نواب متخوفين من هذا. كتب النائب فريد البستاني لجريدة النهار تحت عنوان هل الوقت مناسب لنقاش عقلاني للمادة؟ سأقرأ قليلا يعني عن هذا المقال. يقول فريد البستاني: الآن القضية ليست أولوية راهنة بمقدار رهنية الوضعين المالي والاقتصادي ومناقشتهما في مناخات من الهدوء الطائفي والسياسي، فقد يكون الأفضل كما أدى رئيس الجمهورية واجبه الدستوري بتسجيل الخلاف حول مضمون فهم المادة ونقل النقاش من الشارع إلى مجلس النواب، أن يؤدي مجلس النواب واجبه الدستوري بالاستماع إلى رسالة رئيس الجمهورية بأن تتم تلاوتها وفقا للأصول، وأن ينقل النقاش بعدها إلى لجنة من النواب يمثلون الكتل الأساسية. طبعا هذا مقترح، يمثلون الكتل الأساسية وتعطى صلاحية الاستعانة بدستوريين والاستماع إلى النواب الذين شاركوا في اتفاق الطائف، ليكون النقاش عقلانيا ويأخذ وقته اللازم خارج حرارة التي ستترتب على فتح المنبر النيابي على الهواء أمام الشارع وما يستدرجه ذلك من خطاب شعبوي بعيد عن العقلانية. لقد خط تجربة نقاش أولي للمادة 95 كتمرين دستوري بالتعاون مع الزميل ميشيل معوض عبر ندوة أدارها النائب السابق غسان مخيبر، بناء على طلبنا بحضور ومشاركة نواب سابقين محترمين ومرموقين شاركوا في مناقشات اتفاق الطائف ومشاركة رجال قانون ودستور مشهود لهم، واكتشفنا صعوبة التوصل لفهم موحد. دولة الرئيس، يعني شو رأيك بهذا الكلام؟ هيدي الجلسة أنا كنت حاضرة فيها، كل من يخطر على بالك من قانونيين ودستوريين وكانوا باتفاق الطائف كانوا موجودين وعم يناقشوا المادة 95، وما حدا قدر يوصل لاتفاق موحد. هيدا على مستوى مصغر كيف بدها تصير بمجلس النواب. هون في طرح للنائب بستاني حول تشكيل لجنة، شو رأيك؟ أنا بقدر أضمن لك أنه الأمور ماشي بالطريق السليم، وقد تكون اللجنة أو غير اللجنة الحل، بس ما في أي إشكال إطلاقا. الاختلاف بوجهة النظر قائم وأنا أؤكد ذلك، ولكن أنا بحكيك عن جلسة 17 الشهر ما في أي إشكال إطلاقا. ليه مطمن هالقد؟ طمنا معك. طمنا معك. نعم. طيب، في اعتراض كبير على سياسات يتهم العهد بها اقتصاديا. في مين بيقول انه ما عم يعرفوا يديروا البلاد، وفي مين بيقول هيدا مؤامرة، وبالاخر المواطن على الان بين هيدا الموقع اللي بيحكي عن مؤامرة والموقع الاخر اللي بيحكي لا عن ازمة حقيقية. ونحن بنحمل المعنيين المسؤولية كمواطنين، اكان حاكم مصرف لبنان، اكان وزير المالية، اكان الرؤساء الثلاث، نحن بالاخر بدنا حل. في رؤية اقتصادية معينة طرحت بقصر بعبدة، وكمان ما حدا قادر يطبق شيء ولا ينفذ شيء منها. لوين رايحين بالبلد؟ بعد في شغلة تلت العهد هو اللي عمل البيت مليار دولار داعي. العهد هو اللي عمل سلسلة الرتب والرواتب، والعهد هو اللي
الهدر اللي صار من سنة التسعين لليوم العاد عمله مش هلعاهم شخصيا، شخصيا هو مسؤول عن الموضوع. عيب هالكلام، هيدا عيب، هيدا اللي بيقول هالكلام أب يهرب من بعض الأمور، إنه أب يهرب من تحميل المسؤولية إلى من يجب أن يحمل لأسباب عديدة. خلينا نقول التالي، أنا عندي مآخذ إيه على إدارة الأمور، بس مش العهد اللي هو بيدير الأمور لوحده، كل الدولة معروفة كيف معمول فيها. وأنا كنت كررلكم دايما أقولكم البلد عبارة عن كيانات مذهبية، كل كيان له حدوده، له أعلامه، له إعلامه، له ماليته، له مؤسساته، له ثقافته، له طقوسه، له علاقاته بالخارج، له علاقة الخارج فيه، توقع بلدنا. بس أنا بقدر أكد شغلي، لأنه الدخول باللعبة، أنا كنت وجهة نظري الشخصية تأليف حكومة الأكثرية والأقلية وعدم تدخل الخارج بفرض حكومة ما سمي الائتلاف الواسع كان هو خلاص البلد. ليه؟ لأنه كان في حكومة أكثرية منسجمة تستطيع أن تأخذ قرار وتحاسب على نجاحها وعدم نجاحها، لأنه المسؤول بقوة الدستور والحكومة. شو له عليه رئيس الجمهورية؟ الحكومة، الحكومة المسؤولة. ومعارضة بتحاسب الأكثرية الحاكمة، إن فشلت تستطيع أن تذهب باتجاه استلام الحكم وتقديم وجهة نظرها للحكم. اليوم شو عم بيصير؟ شريحة بالحكومة بتكون جوا بتصوت ضد موازنة برا، وزير بيبقى جوا بيعطي رأي ضد رئيس الوزارة هو جوا على مقاعد المجلس النيابي، عدة وزراء مش وزير معين. تبي وهيدي حوادث عم بتصير كتير، هيدا لا تعكس فكرة التضامن الوزاري. التضامن الوزاري لا يمكن أن يتأمن إلا بحكومة أكثرية متضامنة متجانسة، ترسم استراتيجية، ترسم برنامج، تحكم استنادا له، تفشل بالاقتصاد، بالاجتماع، بالسياسي، بحل المشاكل الاستراتيجية الأساسية، بتفل عبيتها بيكون في معارضة حلت محل. اليوم الموضوع ليش أبي يشكل عند المواطنين وأبي يشملوا الكل؟ لأنه محطوط كله ضبوا على بعضه البعض وحطوه بحكومة واذهب أنت وربك فقط. هيدا ببطل فيه محاسبة مساعدة، هيدا قانون الانتخاب. شو بتصفي؟ لا ما خص قانون الانتخاب، يعني لا. أنتج بالآخر رجعنا لحكومة وحدة وطنية. لا يعني. لا هي مش حكومة وحدة وطنية، هي شو الوحدة؟ هلا بشرح لك شو حكومة الوحدة الوطنية. كل هالكلام اللي بنحكي عن حكومة الوحدة الوطنية ليك حبيبي، شو اسمها حكومتنا اليوم؟ رح أقول لك، وقت يكون في قانون انتخاب عادل، قبل هذا القانون الانتخاب، بالرغم من مآخذنا علي وفي بعض المآخذ علي بكرة بنناقش فيه، كان في تمثيل مبتور. المكون المسيحي في البلد لم يكن ممثلا التمثيل الصحيح. ليش؟ لأنه كان في نص نواب المسيحيين مستولدين بكنف المكونات الأخرى. وأتجيت تقولي حكومات وحدة وطنية، لا، لأنه التمثيل المسيحي الحقيقي موجود برات المجلس. فلذلك قيل خلي تكون حكومة جامعة. اليوم بعد ما صدر هذا القانون معش حدا قادر يقول ما في تمثيل للمكونات تمثيل سليم، معش حدا قادر. لدرجة خدي هالنقطة اللي بدي أقولها وهي سكوب إليك، كان دولة الرئيس بري أثناء قيادته وإدارته للجلسات ينسحب مثلا القوات اللبنانية والطيار الوطني الحر، ينسحبوا من الجلسة بسبب وده حقهم، ينسحبوا من الجلسة، يبقوا 30 نائب مسيحي بالمجلس ينجبر أن يرفع الجلسة. لا، لأنه في معرفة دقيقة أنه قانون الانتخاب الذي ينتج هؤلاء النواب، مع احترامنا لهم جميعا، محبتنا على المستوى الأول، مع أنهم محترمون ومثلون،
لا يمثلون الشريحة، لا، قرار بإيد المكونات الأخرى. اليوم إذا بقي نائب مسيحي واحد في المجلس النيابي أو كتلة مسيحية ولو صغيرة، وخرجت القوات والطيار الوطني تقدم لبنان القوي اللي أنا منه، لن ترفع الجلسة، لأنه تمثيل المكونات مع شهد الرئيس بريج يقول أنت لا تمثل المسيحية الذي انتخبك. صحيح، وضحت الصورة. وهذه طبعا هلا السيد النواب جميعا بيسمعوا شيء جديد في المعطى، وهذا أمر يجب أن يأخذوه بعين الاعتبار. أكرر، لم يعد باستطاع الرئاسة في المجلس النيابي أن ترفع جلسات لغياب أحزاب، بل التعاطي يجب أن يكون مع المكونات. تمثيل المكونات وفقا للقانون الحالي تأمن، وبالتالي ما عش يقدر الرئيس بري أن يمنع سمة التمثيل وعدم التمثيل للمكون المسيحي لهذا النائب ولا يمنحه للنائب الآخر. من ميزات هذا يعني. فلذلك هذه قصة في غاية الأهمية. حكومات الوحدة الوطنية اليوم شنية يا روزانا؟ تأليف حكومة الأكثرية وفقا لنص المادة 95 اللي عم نحكي عنها، يجب أن تمثل الطوائف بصورة عادلة، يعني كل الطوائف الممثلة بالحكومة حتى بحكومة الأكثرية. التضامن الوزاري هو الوحدة الوطنية، لأنه ما في تشكيك بتمثيل أي ممثل للمكونات في الحكومة. وضحيت؟ فإذا حكومة الوحدة الوطنية، هاي الحكومة اللي تألفت مش حكومة الوحدة الوطنية، هاي حكومة ائتلاف سياسي فرض الخارج تحت التهديد، إذا لم يكن هذا المكون السياسي أو هذا الحزب أو ذاك سنتعاطى مع الحكومة أنها حكومة اللون الواحد. هذا اللي صار، حكومة فرض الخارج، ونحن كنا مش الحكومة فرض الخارج عم نتباهى بإنجازنا هالمرة. وقتها رفضت النظر الخارج الذي فرض المنطق الذي يقول اذهبوا جميعا لحكومة الائتلاف السياسي. نعم. هذه حكومة خطأ أن تكون موجودة، وأنا لا أقصد أي جهة، أقسم بذات الله أنه لا أقصد استهداف أي طرف سياسي على الإطلاق. نعم. أنا عم بحكي نظرية دستورية، منطق دستوري، مصلحة البرلمان، مصلحة النظام الديمقراطي البرلماني بلبنان، مصلحة حياتنا العامة. لو نحن كنا هلأ بحكومة أكثرية وأقلية كان الوضع حيكون أسوأ. طبعاً. أسوأ. طبعاً. كان مش أفضل. كنا حلينا بعض لا المشاكل. لا أبداً كان أفضل. لقلك لا. أفضل أو أسوأ. لأنه لا أفضل. نعم. لقلك لا. شو مهمة البرلمانات بالعالم؟ مهمتها أن تأخذ الصراع من الشارع. صح. وتحطيه ضمن الجدران. مش هيك؟ فيتصارع. تتصارع وجهات النظر جوة البرلمان. اليوم الأبيزال يتظاهر سواء بصورة طبيعية أو غير طبيعية. شو شايف بالحكومة؟ شو شايف بالبرلمان؟ أنهم جميعا كتلة واحد. نعم. لدرجة أنه بتنزل النائب حسب ما خبروني حضرة النائب بولا يعقوب يعني الزميل الزميل الكريمة نزلت على مظاهرة ومواقفها واضحة واسألوا لك كذا وكذا. لا، لأنه معتبرين النظرة شاملة، وهذا كلام مبالغ فيه ومواقف في عليها علامة استفهام. لذلك هذا الموضوع روزانا تصحيح حياتنا الديمقراطية البرلمانية أمر في غاية الأهمية. دولة الرئيس في فيديو عم يقطع كل وسائل التواصل الاجتماعي، عملت تقرير قناة الجديد، يعني سألوا الشباب اللي موجودين بالشارع بدكم تغيروا النظام، وحكيوا على شو عتبكم وشو المشكل. بس لما سأل الصحافي الناس عن زعيمهم، يعني صار يسمي لهم شو رأيك بسعد الحريري، يقول له خط أحمر، شو رأيك بنبيه بري خط أحمر، سامي جميل خط أحمر. طبعا. طيب اللبنانيين ما بدهم يغيروا النظام معناته، ولا بدهم يغيروا عمائهم، بدهم الإصلاح عبرهم أو من خلالهم هن ذاتهم. وليش نازلين؟ ما عم تسمعوا حقيقة الموضوع. قلت لكم لبنان كيانات مذهبية، بدكم تعترفوا بهالواقع. كنت لكم دائما اللي قالوا شبل دموس، إياكم أن تديروا ظهركم للطائفية التي أكرهها وأبقتها،
لأنكم إذا أدرتم ظهركم لها ولم تهتموا بوجودها فسترتد سلبا عليكم وتكون سبب أسباب تفجير البلد وتخصيم البلد. كيانات مذهبية. طب شفتيلي حدا بيقوم بسب زعيم المذهب تبعه؟ لا هيدا كان ملفت. نحن كنا مفكرين انه الشباب عندهم تفكير اخر. كنا مفكرين تطلع برئيس الجمهورية انه في رؤية اخرى. تطلع برئيس الجمهورية اخبزي بغير المسلم. هيدا غلط. نحن عم نقول التالي، في ازمة اقتصادية حقيقية بالبلد، في انعكاس سلبي على المواطنين جدي بالبلد، في هدر وفساد نعم، في تراكم دين نعم، وهذا أمر خير، ولكن البلد مش مفلس. البلد يملك من الثروات ما لا يحصى عديدة. برح مثلا الأستاذ ناصر أنديل كان بيحكي بنظرية، مثلا يا أخي ليش ما بتروحوش عملتوا قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص؟ يا سيدي خدي المواصلات البرية مثلا سكة الترين اللي هي سكة هلا في 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 مصلحة مديرية عامة مش موجودة ما بتشتغل كذا وبيقبضوا الموظفين فيها معاشات صرب 50 سنة. طيب إذا جينا عملنا شركة عامة للدولة اللبنانية تملك الاتصالات البرية بما فيها سكة الترين، يعني بتملك الأراضي المستملكة في ملكية. نعم. طيب وجيتي عرضتي هذا القطاع ملك الدولة، تبي مش طقس قطع ملك الدولة، جيتي عرضتيها عبر قلتي لها الستاندرد اند بورز هيدي المشغولة كل الوقت بالتصنيف لقيني الشركة عم بتصنف أرامكو هلا فيتش. ايه طبعا وفيتش وستاندرد بورز وغيرها، روحي شوفي لي شركة بالعالم محترمة تيجي تقيم لي هالواقع وتدخل معي شراكة بنسبة 25 و30%، وهي تتولى هالشركة اللي هي شراكة بين الدولة وبينها اللي تملك أقل من 50-49%، يعني أقل من قدرتها على اتخاذ القرار وتملك استراتيجي للشركة تعايلة حتى تيجي تصلح الأمور. هلأ بتيجي الصين بتشارك بمليارات الدولار وبتعملك أهم شبكة اتصالات ومواصلات بالبر. هكذا البحر، هكذا الطيران، هكذا الاتصالات، هكذا لبنان بلد غني كتير عدا الموعودين فيه بإذن الله بالبحر. فأنا أقول للبنانيين نحن نمر بأزمة في غاية الدقة، في حاية الحرج، أزمة خنقت العالم، أزمة حقيقة الذي الجمرة ما بتحرق إلا محلة، وأنا مدرك لذلك تماما، ولكن بقول لهم الأشهر القادمة ستحمل في طياتها الفرج الأكيد. الأكيد أكرر الأكيد. الله يسمع منك دولة الرئيس. في سؤال حملونا إياه لحضرتك. لا قولي بأذار ويذكروني إذا في انفراج أو لا، إن شاء الله يحملوا اللبنان. نحن شو بدنا غير هيك يا دولة الرئيس؟ يا ريت. في سؤال حملونا إياه. بعد في أسئلة؟ في كتير بعد. في سؤال حملونا إياه لحضرتك أولي. وعن جد عن جد هيدا الملف أنا متأكدة أنه كل الإعلاميين عم ينطلب منهم طرح هذا السؤال اللي خصه بدورة خفراء الجمارك. الشباب مش تاركين قضيتهم أبدا. دورة خفراء الجمارك 2014 يوميا عم بيطالبوا بإيجاد حل. نحن عم نحلم لك هيدا الموضوع، إذا فيكن تسألوا تستفسروا تعرفوا نهاية هذا الأمر. السؤال: إلى متى سيبقى هذا الخلاف القائم بين مدير عام الجمارك والمجلس الأعلى على تحديد مصير 853 شاب ناجحين بدورة خفراء الجمارك، مع العلم أن هناك نقص بالعديد 65%، وبالوقت اللي كل مسؤولين بالدولة عم بيطالبوا بمكافحة المعابر الشرعية والغير الشرعية في بس 50 عنصر بري جمركي على طول الأراضي اللبنانية؟ هل سيبقى مصير 853 شاب مجهولا بلا رقيب أو حسيب؟ امبارح كنت بالحديث بالتحديد امبارح مع المدير العام، حاولت اتصل بالمجلس الأعلى، لسوء الحظ ما توفقتش بالصديق رئيس المجلس الأعلى. اليوم كنت بالحديث مع فخامة رئيس الجمهورية. اليوم في تمام الساعة القامة صعد صوت. والمشكلة مش بس مشكلة الجمارك، أكيد مشكلة التفتيش التربوي، مشكلة الطيران المدني، مشكلة عدة كل المشاكل عم نسمعها كنتيجة من نتائج امتحانات
المجلس الخدمة المدنية واللي راحت واللي عطت نتيجة، كتاب العدول كذا، وفي عدة أمور مطروعة النقاش كلها موقفة طبعا. وهذا أمر أنا برأيي الشخصي يجب أن يوجد له الحل. المسألة مش مسألة هذا، لأن هؤلاء أصحاب حقوق، هؤلاء المواطنين أصحاب حقوق، ما حدا يراهن على سقوط ذلك بمرور الزمن، لأنه بكرر للمرة الألف أن وجهة نظر مجلس الخدمة المدنية صحيحة، وتطلع نتائج مجلس الخدمة المدنية، نتائج المباراة، وتروح للإدارة المختصة، وينظم مشروع مرسوم بتعيين الناشحين وفقا للطلب كما هو مطلوب بقرار من مجلس الوزراء، ويوقع من فلان وفلان، تنقطع مهلة مرور الزمن. يعني هاو حقوق محفوظة لو بعد 10 سنوات. فلذلك أنا بقول معلش، نحن منقدر جدا الألم اللي بيصيب هالشباب، منقدر جدا الحالة اللي هني فيها، قلقين على مصيرهم، عم يستقبلون على غد بعد أنه كانوا فرحوا الفرح العظيم صحيح بالنتائج اللي هني اجتهم كلها بكل القطاعات. تفتيش التربوي كمان في مراجعات عندي بتتعلق بالتفتيش التربوي. أنا شخصيا بقول أنه الفرج سيأتي، قليل من الصبر، الأمور عم تتعالج، الأمور صحيح معقدة، ولكن أنا مؤمن وأكيد أنها ستجد لنفسها الحل، ولا يجوز إلا أن تجد لنفسها الحل. فخلينا نأخذ الأمور شوي بالرواء وننتبه لأدبياتنا بالحكي، بالعكس بدنا نستعمل الأدبيات التي تساعد على تسهيل مهمة الحل مش على تعقيدها إن شاء الله. وأحد أسباب إصرار فخامة الرئيس كانت، وهلا بلك لإيجاد تفسير لكلمة مقتضيات الوفاق الوطني، لأنه يريد، انتبه النقطة، انتبه للنقطة، يريد أن يجد حل لهذا الموضوع. فأنا يعني ما مش قادر أحكي أكثر من الآن. فلذلك أنا يعني صدقا أقول، ما بسمح لنفسي أقول أنه كنت بالحديث مع فخامة الرئيس اليوم بهالموضوع بدون أن أكون على ذلك. ما يستنظروا مني جواب، ما حدا يتصل فيي، ما أبس علي كسب إطلاقا، ما حدا يتصل فيي يقول لي شو صار. نعم. ما عندي شيء أقوله أبدا، بس أقول لهم أنه هني مش غايبين لا عن ضميرنا، لا عن وجداننا، لا عن ذهننا، لا عن مطالبنا المحقة، موجودة بتفكيرنا، وسنظل نعمل في سبيل تحقيق هذا الهدف دون ضجيج أو تمنين، لأنهم أصحاب حق. جيد جدا دكتور رئيس. بعد البريك القسم الأخير نسأل دولة الرئيس عن عدم امتثال وزراء حاليين ووزراء سابقين إلى المدعي العام المالي، كيف سنكافح الفساد، وطبعا أسئلة أخرى عن حرية الصحافة أيضا. بريك ونعود. عودة لبديبلوماسية مع دولة الرئيس إليل فرزلي. دولة الرئيس طبعا المدعي العام المالي استدعى وزراء للمساءلة ولم يمتثلوا، وتحول الموضوع لموضوع طائفي فعلا، محمد شقير وجمال الجراح. نحن ما عم نذم ولا عم ندين ولا هاي شغلتنا، ولكن كيف بدنا نكافح فساد، أو كيف بدنا نسأل إذا عم تتحول الأمور لطائفية أو لأنه أنا مش دوري وأنا مخصني. وطبعا صار فيه هجوم، واعتبر البعض أنه مرحلة المشكل منذ، عم بحكي طبعا بوزارة الاتصالات، منذ أن كان الصحناوي وزير الاتصالات، يعني نحن صرنا عم نسمي كذا اسم. بطرس حرب كمان طبعا ما كان عنده مشكل بهذا الأمر، ولكن خليني أحكي تحديدا عن محمد شقير وجمال الجراح. عم تتحول هيدا الأمور لطائفية، وعم بتردنا لورا لما نحاول السيد النائب حسن فضل الله أنه يحكي عن 11 مليار، كمان نضبط الأمور على أساس أنه كمان أمر طائفي، وحتى وصلت لدار الفتوى. طيب نحن ما فينا نحكي مع حدا، ما فينا نسأل حدا سؤال،
مين اللي ثار مشكلة الاتصالات؟ مين اللي ثار؟ أنا بتمنى أني كنت بهالموضوع ما أحكي فيه. أوكي. لأي سبب بسيط، لأنه الموضوع بده يكون موضوع نقاش مع الوقت في المجلس النيابي وغير المجلس النيابي، وأنا جزء من رئاسة المجلس، وهذا موضوع بده يتحكم فيه عدة أمور. قد تذهب إلى لجنة تحقيق بر وبرية، ما بعرف شو بده يكون، كيف الأمور بدها تتطور. لذلك أنا مفروض أنا ما أعطي رأي مسبق بهالقصة، نعم، فيما تتعلق بهذا أو ذاك من السادة الوزراء، سواء معالي الوزير شعير أو المعالي الوزير جرار. ولكن أنا بقول لك كلمة، مقاربة المواضيع المحقة، شو أقول حتى ما يكونش في مجال، ليس المهم أن نقارب موضوع محق، إذا كان بالفعل غايتنا نوصل لتحقيق الهدف المحق، يجب أن نقارب بطريقة نعرف نتائجه، نعرف سلبياته، نعرف إيجابياته، نعرف مين الأب يطرح، نعرف خصوصيات الواقع اللبناني، نعرف كيف الفعل، كيف ردة الفعل، مش أنه منحكينا بالقصة وانت عرفاني حساسيات الوضع على الساحة اللبنانية. اللي بيدير ظهره للحساسيات ما له قيمة. هلا قومي من منطلق مذهبي، انت تتهميني الي بمئة جريمة تصبح حسنات عندي عند طيفتي. صحيح، واضحة الصورة؟ اصبح انت بذكائي بفهمك مفروض تعرفي مسبقا عندما تطرح القصة بهذه الطريقة. مثلا السيد حسن فضل الله جهده كبير جدا، وكان صادق بتحركه وقصده شريف بتحركه، أي كان أفضل يترك القصة للجنة المال تطلع على رواق لوحدة القصة وتروح للحديث عن 11 مليار، أو أن يطرحه بالأسلوب اللي طرحه وهو محق؟ فكان ما كان مما لست أذكره، وهيك هلأ وبكرة كمان هيك شيء، وإذا بيصير العكس من جهة تانية نفس الشيء بيصير. يا شباب، ليس المهم أن تقارب موضوع وترفع شعار، المهم أن لا تقتل هذا الشعار وتقتل الموضوع إذا ما أخذت بعين الاعتبار كل الظروف المحيط فيه، تدرس الفعل وردات الفعل، مش انه انا بدي حقق قدام هذا وذاك من الرأي العام اهداف معينة. بس كأن حتى لو كان الشعار الذي تطرح شعارا محقا، محقا، شوفي شو اقول، ما بناقش موضوع احقية الاتهام، هذا موضوع يا عمي، هذا بده شوية هيك هدوء باسلوب التعاطفي، وإلا شو بتعملي؟ هات لشوف قديش انطرحت. بس هلا نحن محكومين دائما محكومين للسلم الأهلي. شو في شي جديد؟ هذا طيب عمره منذ معناته مش ممكن نعمل يا ستنا، هذا كان منذ أن كان لبنان. وقت لكم شبل دموس قال كذا أثناء النقاش بقانون الانتخاب، ما كنتوا تسمعوا إني أكره الطائفية والطائفيين، ولكن إياكم أن تديروا ظهركم لها لئلا أن تقعوا فيها فتتمزق الوحدة. كده بلدك، ما تعيشوا بالوهم، ما تعيشوا بالوهم، ولا تكونوا واقعيين لدرجة الانغماس بسلبيات الواقع. عرفوا زوجوا، عرفوا احبكوا، عرفوا طلعوا، عرفوا خرجوا. حلم اللبناني اليوم دولة الرئيس انه يشوف فاسد واحد وراء القضبان، حلم. شو يعني هذا الكلام؟ حلم اللبناني. لا مش مزبوط حلمه هكذا. لا، حلم كل مواطن لبناني يشوف اي مرتكب من الشخصيات العظيمة وراء القضبان. يا حبيبي، شو الشخصيات العظيمة؟ مثل ما بدك سميها. يا حبيبي، خليني اسألك سؤال،
ما بعدك عم تعطيني مثل انه تحولت الى مشكله طائفيه. ايه ما بدنا نحكي بالاسماء. طيب هودي الطائفي هاي اللي بتشكل تلك لبنان مش لبنانيه؟ هاي ما عندها حلم؟ لك ما عندها حلم؟ يعني هيدا قانون المحاسبة خلينا ننساه. مش المهم تحاسبي واسترجاع المال المنهوب وهالامور خلينا ننساهم. استرجاع شو؟ استرجاع المال المنهوب. خلينا ننساه. انا 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 معلش خليك بتحلم انت بالبقلك الحلم. يعني شو بدنا نعمل يا دولة الرئيس اذا 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 من كلام من حدا مخضرم هالقد مثلك عم بتقلنا عايشين بالوهم؟ انا مؤمن. خليني لا 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 انا مؤمن انك انت ولو انت مريت بحرب اهليه طويله عريضه وبيدت قرى وبيد ناس قتل بشر وصلت لوقت قلت عفى الله عما مضى ايه وما حلمك مش هالقد كان ضميرك بيعذبك بس قلت عفى الله عما مضى. اليوم انه انت تعملي تفجير للبلد تحت لذة انه بدي ارجع ملي نظام رئاسي يمسك بقبضة من يد عديد هاي بسوريا امبارح اجا جمعهم وحتى ابن خاله زدته بالحبس او بالإقامة الجبرية وقال له شرف تعد فيها ايه عملي هيك شرف هودي اللي بيقولوا بسمعهم يخبط على الطاولة مش يلعبهم هيدي ولدانات هيدا لبنان بدكن تفهموا هيدا لبنان فهموا لبنان بالثلاثينات بالاربعينات بالخمسينات وبالستينات اللي كان لبنان سويسرا الشرق واللي بعض صد سقط وما كانش عم يرتكب 5% من اللي عم يرتكب اليوم كان ايضا في ذلك الحين تؤخذ هذه الامور بعين الاعتبار اسلوب مقاربه الامور اسلوب مقاربتها طريقتها الحكمه عند القيادات الحكمه طريقه التفكير طريقه الاستيعاب طريقه الاتهام طريقه الشك طريقه التبرئه طريقه الحياه اسلوب الحكم في لبنان اسلوب قديش من الناس بتكرهك اذا قلتي لها مرحبا وقديش ناس في ناس بتحبك اذا سبيتينا الاسلوب الانسان اسلوب الرجل اسلوب المراه اسلوب وانت اسلوبك منيح دولة الرئيس في قلق على حريه الصحافه بلبنان لا 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 ما فيش قلق لا انا مش مؤمن انه حدا بدق بحريه الصحافه ولا كيف لا بلا القلق مانيش انا عم تساليني في قلق نعم طبعا انا مانيش مؤمن انه في قلق بس انا بقول شغلي كمان ادبيات النقاش بين اللبنانيين خليها تضل محافظي على مستواها قول اللي بدك اياه بس نور تسب لي امي واختي وعرضي وتشهر فيي ليش هي الفكره لا هاي الادبيات يعني هاي الادبيات بعدين كيف تسمح لنفسك انت كنت صحافي او السوشيال ميديا انا ما بعتقد الصحافي هي المشكلة السوشيال ميديا انه انت بتجي بتحكي كلام بتجي بتجزم بمسألة انه دولار بده ينهار طب هيدي شو ها يعني في ازمة في حقائق موضوعية وعلمية تدلل ومؤشرات اذا استمر الوضع هيك الدولار لن يمسك مش هيكون ممسوك تجي انت بتسمح لنفسك انه تدفش الامور باتجاه الانهيار الكبير تحقيقا لغايات سياسيه طيب منقوم من حاكم صاحب الراي ما بعرف لا مش صاحب راي هذا بدك ليك هون في شعره بين الراي اشرح لنا هي وبين خلق مناخات الانهيار المساهمه في الانهيار وين كان الراي سنه 1992 قليلي أرزان انت كنت صغيره مش فايتينا بس وين كان الراي سنه 1992 وقت انهار الدولار ونازل أنا والرئيس كرامي الله يرحمه على درج المجلس كانت المظاهرات أنت ما بتعرفي شو معناتها الناس بس تنزل بكليتها للطالب بحقها أو تحت عنوان من لا يشعر بالجوع
ولا يخرج شاهرا سيفه على الناس فانه دليل عقير. انت ما بتعرفي خطورتها طيب. ومدى خطورتها وليد جنبلاط قال يعني في جزء من تغريدته: من حق اي مواطن ايا كان بالتعبير الحر، ولغتكم وتصريحاتكم ليست ارقى من الذين طفح بهم الكيل، علموا جماعتكم الادب اولا. إيه لا صحيح، الاول شيء الحريه الصحافي معه حق فيها وانا معه، كلام الادب هي الادب مش فيها وحده، الأدب يجب أن يكون لكل الأطراف. إيه صحيح، مش بس أنا الحاكم اللي حق استعمل أدبيات سيئة إيه والآخر ما قلوش حق، ما هو الفعل لكل فعل ردة فعل مساوي له في القوة مضاد له في الاتجاه. إيه بعتقد بيقصد هيك وليد بيك، هيك فهمته على قد فهمتي يعني. الاستهداف بين يعني المؤيدين للعهد وتيار وطن الحر والاشتراكيين على السوشيال ميديا هذا يومي. يا حبيب، اذا كان المقصود الشتيمه والادبيات اللي تحمل في طياطه شتائم، هذا منطق يطبق على كل الاطراف مش على طرف واحد، على جماعه السلطه أو الدولة حتى نستعمل التعبير. فليطمئن العهد وأزلامه، كلما اعتقلتم فردا منا كل ما زاد الكره تجاهكم وتجاه أمن الدولة وعصابته. مش بس هيك بتطبق بلبنان، بكل بلدان العالم كل ما لجأت السلطة للقمع، عم بحكي بالشكل عام، كل ما ازداد الكره والحقد عند الناس وسبب التراكم من الحقد مما يؤدي في نهاية الأمر إلى رد. بس نحن مش مضطرين نوصل لصورة عهد هيك. صحيح، مش مضطرين. مش مضطرين، نحن عم نطالب بأدبيات صحيحة من هذه الجهة ومن تلك، ويجب أن يكون في مستوى الأدبيات محترم. نعم. أنا خلي بنصع الجميع يقرا كتاب ابوه للوزير عصام خوري، الاستاذ فؤاد خوري الله يرحمه، عن ادب النقاش في المجلس النيابي بالماضي كيف كان، ادبيات رائعه. ما كنت تسمع يتقاتلوا لدرجه عنيفه، ولكن بادب بنسبه مئويه كبيره. لذلك نحن علينا نعيد نظام القيم تبعنا الى حيث كان، الانغماس في هذا المستوى من الانحدار في اللغة في الأدب في الكذا، هذا لغة لا تذكرني إلا بأيام الحرب الشنيعة، منطق الميليشيات والكذا، هذا كلام يجب أن نخرج منه. دكتور الرئيس، نحن وصلنا لختام الحلقة، بس سؤال عن الأمريكيين. لا وعد بشريني بشريني. لا بدنا نوصل لختام الحلقة. دكتور الرئيس، الأمريكيين هل فعلا هن عم ينسحبوا من سوريا؟ هيدا اولا. ثانيا، لا يبدو انهم عم بدافعوا عن حلفائهم، اذا بنشوف لا دافعوا عن الاكراد ولا اعطوهم دوله، ولا دافعوا عن السعوديه لما وقعت بمأزق بمشكل ارامكو. دائما ترامب ينسحب من التزامه مع حلفائه وهو يقول لهم انه انا موجود لاحميكم، هل ينسحب فعلا؟ انا بدي اسال سؤال صغير. أنا بعتقد عمليا إذا بكتيسي القصة بالنسبة للتواجد العسكري والدور العسكري المباشر، أمريكا في حالة انسحاب استراتيجي من المنطقة، بس أمريكا مش بحاجة للعسكر. طيب امبارح بيخاطب تركيا أمبراطورية يا عم، قال له لايك إذا بتعمل أو بتسوي بسحق لك اقتصادك. إيه قادر يسحق، شو يعني قادر يسحب دولة مثل الصين إلى ديون بأمريكا وتصريف 3,500 مليار دولار، بيوقف بيقول لها أنا قطعت لك كذا وحطيت عليك عقوبات كذا، كيف بتجرأ يحكي هيك؟ إمبراطورية من نوع جديد في العالم. الدولار بدي أدفع لك دولار، بدي أروح على نيويورك ليدفع ويرجع. هذا دور أمريكا بالعالم، لسوء الحظ الصهيونية ماسكة بالقرار. تتوقع أنا بعتقد سيأتي الوقت، تنتبهي للنقطة هاي. تفضل. سيأتي الوقت لنظام القيم في الولايات المتحدة يعود إلى ما كان عليه في منتصف القرن العشرين، حيث كان نظام القيم حقيقة نظام القيم الحريات والقيم الإنسانية والقيم التي جعلت العالم برمته يتطلع إلى الخلاص من الاستعمار القديم والذهاب باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية.
وهلا بلش التيار بأمريكا، ولكن الله يسترهم من سيطرة الصهيونية عليه. وتحذير واشنطن وتحذير أباء المؤسسين للدولة الأمريكية العظيمة هاي، تحذير قائم. هذا متوقع زيادة عقوبات على حزب الله أو حلفائه بالتيار، لأنه في زكزك شوي وإشاعات عم تطلع بالصحافة قصة فياز وهالأمور. ما بعرف قديش هذا، بس إيه أتوقع طبعا ما في شيء بيمنعه. شو بيمنع؟ وخصوصا في بعض الشخصيات المحلية واللبنانيين مسيحية بأمريكا، ما بعرف شو، ما بعمل سليم، ما بدخل بالأسماء بلبنان وبأمريكا، عم يساهموا بالتحريض على هذا الواقع. يعني هذا الصراع قائم، بس هو الحظ مش بس هون، وين ما كان بالخليج بشمال افريقيا بمصر وين ما كان هالقصة. ليش بالعراق شو صار؟ الشخصيات العراقية اللي حرضت وعملت ونصبت وجابت واجوا عروس الحراب الأمريكية على على أمريكا على العراق. دولة الرئيس إلي الفرزلي، شكرا جزيلا. أهلا أهلا لوجودك معنا. أهلا شكرا، أغنيت الحلقة مثل العادة. شكرا لك. شكرا دولة الرئيس. شكرا للمشاهدين الذين تابعونا بدبلوماسية الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.